بكل ما حمل كاهلها من ثقة وجرأة قدمت لينا صوب حافلة الشحن الثقيل، فهي الفلسطينية الكرمية الوحيدة التي استطاعت الحصول على رخصة قيادتها بعدما اجتازت عددا من درجات قيادة المركبات المختلفة. هي رغبة يعني وهواية عندي، بحب السيارات كتير كتير، بحب أتعرف على كل أنواع السيارات وأسوق كل السيارات. أول رخصة كانت كتير كتير صعبة علي أول ما تعلمت، بعدها كل شيء سهل أشوفه، يعني حتى الشحن الثقيل شفته سهل، ما في صعوبة نهائيا عندي. نعم إنها أنثى، وكيف لها ذلك؟ تلك أكبر التساؤلات للكثير من المواطنين الذين يجدون في قيادة لينا لمركبة شحن ثقيل شيئا خارجا عن المألوف، بعدما اقتصر هذا المنصب لسنوات طويلة على الذكور، فهي تواصل طموحها نحو المزيد. تبقى لينا اللي هي خلينا نقول رخصة واحدة، اللي هي رخصة السائد الديكاتر أو التريلا، بتكون هي حملة درجة 10، اللي هي زي ما بنحكي إحنا بالعام اللي هي سكرت الرخصة، حصلت على كل فئات الرخص بدرجة 10. وخلال الفترة القادمة تطمح لينا لمواصلة العمل بالرخصة الحالية في تدريب العديد من النساء، وكل ما يتطلبه ذلك حسب قولها الجرأة ومواظبة العمل نحو تحقيق الأحلام. وأنا أول ما طلعت أول مرة كتير كتير اللي على الشارع أشروا علي ويحكوا طلعوا سايكو بنت شحن ثقيل، استغرب الجميع. طيب اللي راح يتعودوا يعني عادي، أنا معاي رخصة شحن من تقريبا 13 سنة شحن عادي، وأخذت رخصة باص من سنة ونص، ومعي عمومي برضو من 14 سنة، فحاصلة على كل الرخص الحمد لله رب العالمين. الكل كان يستغرب لما كنت أطلع، ولما كنت مدربة سواقة برضو الكل كان يستغرب في الوضع، لأني أول مدربة سواقة كنت في البلد. ليست القيادة فحسب هي ما تتقنه لينا، بل تعداه لمعرفتها وإتقانها في مجال صيانة المركبات حال وقوع طارئ أو خلل أثناء قيادتها. نجاح لينا في قيادة المركبات الثقيلة والكبيرة لربما سيفتح الباب أمام نماذج نسائية أخرى، ويساهم بكل تأكيد في تقليص الفجوة بين المجتمع ونظرته التقليدية لنجاحات المرأة. خالد بدير، قناة الغد، تول كرم، فلسطين.